مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساءكم بكل خير، اهلا بكم وسهلا في حصتكم همسات رمضانيه كما عهدتمونا وعهدناكم نحن كل يوم مساء على الساعه 9 مساء. معنا الشيخ، اوجه ان اساله عن سؤال في الدين، واذا جاب معنا هذا السؤال يربح معنا كتاب من حصه همسات رمضانيه. اخ الشيخ العاجل، اعطني الاسم بتاعك. هاشم البيعي، عين الحاج هاشم البيعي من مدينة عنقاء. قبل ما نسألون يعطينا قبل لمحة على عنقاء وعلى رمضان كيف يستقبلوهم بعد صحصة مسمسة أو شيخ كبير هذا بعد. أعطينا ذاك لمحة كيف يستقبلوا رمضان في مدينة عنقاء. نخذوا عد عشية نشوفوا نشوفوا نصوموا عد عدد نشوف ناش نصوموا عد عدد لحد الشهر قال ندعو 10 أيام من الشهر نصوموا عد عدد الشهر فاش تكون السهرة في الليل مع السهرة نروحوا نغطي عشية نروحوا للصلاة صلاة الليل نقرب للجامع وبعد نروحوا نهبط ونولوا للسهرة تاع الجامع نصلوا نشرعوا نصلوا التراويح وبعد كل واحد يروح يظهر له يسهر يسهر يظهر يرقد يرقد. عندنا سؤال في الحصة هذه لنبثه بها نعطيه لكم، إذا جبتم أنا صحيح تدي معنا كتاب مهدى لكم من طرف الحصة ومن طرف الطاقم راه يصور فينا ومن طرف جنود الخفالي راهم ماهمش معنا ونحييهم بالنسبة كما حسام وأسامة وكما الجماعة اللي راهم ماهمش معنا حاضرين. ما هي الصورة التي نزلت فيها بسملتين؟ ما هي الصورة التي نزلت فيها بسملتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيها الخضرة. الصورة التي نزلت فيها بسملتين. ما هي الصورة التي نزلت فيها بسملتين؟ صورة بسم الله الرحمن الرحيم. أعطينا الصورة بالضبط اسم الصورة كما قال طه كما قال الغافر كما قال الدخان الرحمن. أعطينا اسم الصورة بالضبط. الصورة التي الصورة التي نزلت في بسملتين. صورة النبي. صورة النبي. صورة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة التي نزلت فيها أي البسملة ذكرت فيها البسملة مرتين وهي صورة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن والكتاب المبين. وبعد نأتي إلى الآية الكريمة التي ذكرت فيها البسملة الثانية. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا النحو يكون قد فاز معنا بهذه الأمسية الطيبة المباركة الشيخ الهاشمي ربيعي من مدينة عين بقاف ليتفضل معنا كتاب من حصة همسات رمضانية التي يقدمها له الطاقم الفني والطاقم العامل عليها ليتفضل مشكور. والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. إن شاء الله ديما هذه المبادرة راه زينة زينة، هذه المبادرة راه زينة زينة للشباب، وابقوا على خير. بارك الله فيكم. شكرا، صحة طوركم صحة صحوركم. نشكر الطاقم العامل معنا جنود الخفاجي حسام الجماعة اللي راهم مش حاضرة معنا، نشكرها نقول لها صحة طوركم صحة صحوركم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولنا موعد آخر سنة.